فيما يتعلق بصفقة السلاح مع كندا بالنسبة للعربات العسكرية، هناك نرى ونسمع تصريحات من مسؤولين كنديين من وقت لآخر بما فيهم رئيس الوزراء الكندي بأنه ستتم إعادة النظر في هذه الصفقة، وأنه كندا قد تحاول أن تجد مخرج لإنهاء هذه الصفقة. ولكن الواقع أننا نرى الحكومة الكندية مستمرة بشكل قوي في هذه الصفقة، مما قد يدل على أن هذه التصريحات مجرد للاستهلاك المحلي وليس جادة.